قضية المنافذ هي قضية واضحة، يعني ما يراد لها فد اجتهاد. شلون واضحة؟ اي ابو علي سولف لي شلون واضحة؟ على اساس سووها بالطريقة الالكترونية. اي وين الالكترونية؟ يعني شنو اللي اختلف؟ البضائع جاي تدخل من جميع حتى من المنافذ الرسمية. هي الغير الرسمية. يعني قصدك انه البضائع الرديئة قاعد تدخل من المنافذ الرسمية؟ الرديئة يعني كلها بدون تقييس وسيطرة نوعية يا استاذ العزيز، انت ادرى بها الشغلة. طيب يعني انت تقول المشكله وين ابو علي؟ بالمراقبه بالرقابه؟ المشكله يعني حتى من التخطيط، بدا من التخطيط، وين اكو تخطيط سليم حتى ينطينا فد قضيه سليمه؟ يعني يجب انه يكون هنالك تخطيط حقيقي ويطبق ويفعل بشكل كبير جدا. وليش ما يسيطرون على المنافذ؟ شنو السر؟ شنو هذا السر العجيب؟ يعني مثل شنو؟ شلون ما يسيطرون على المنافذ؟ يعني شو منين تجي البضائع الرديئة؟ حلو حلو كلامك، هذا مو تدخل من المنافذ يا اخي العزيز. اي انت مثل شنو تقول بضائع رديئة ابو علي؟ شنو تقصد اي بضائع؟ اخذ المنظفات اللي البارحة تحدثوا عنها، المنظفات الصناعية وباقي البضائع، حتى الفواكه والخضر اللي تجي مو يعني سليمة. صح، افضل من العراقيه الموجوده؟ ما ممكن. هو ماكو افضل من الزراعه العراقيه، ماكو افضل من الخضر العراقيه، لكن ليش ماكو دعم؟ هي وين الخضره العراقيه؟ انت المفروض تكون اكو دعم. صح كلامك صح.